صباح الخير يا فندم. اهلا مدحت، اتفضل اقعد. ها عملت ايه؟ الحقيقه يا فندم القضيه مثيره وشغله الراي العام جدا. طبعا على التحريات تكون جابت نتيجه كويسه. انا جمعت معلومات كتير عن الحادث، واتضح لي ان اللي قتل شاكر حسين مش ممكن يكون من المحيطين بيه، وعلى الارجح ان واحد منهم حرض على قتله. شاكر اتقتل بطعنه سكين، طعنه نافده وبطريقه تدل على الجرأة والثقه. يعني لازم يكون القاتل محترف، او على الاقل شخص يميل للعنف، في حين ان الاتهام موجه لشاب مثقف بيشتغل في الاداره التابعه للقتيل، لان القتيل كان المدير العام والعضو المنتدب بمجلس الاداره. مين الشاب ده؟ صلاح عبد العزيز، باحث في تقييم المشروعات واخد ماجستير في الاقتصاد. انا مندهش شاب زي ده يرتكب الجريمه دي. لكن على اي اساس بنيت اقتناعك بانه يكون هو القاتل، او على الاقل المحرض على القتل؟ كان في صراع بين الاثنين وصل لدرجه خطيره. مستقبل صلاح كان مهدد بالضياع. شاب وطموح وعايز ينطلق في القطاع الحر. والثابت انه شاف قرار فصله في مكتب السكرتيره. وكانت حيثيات الفصل كلها اتهامات مشينه صلاح. يعني ما كانش يقدر يشتغل في اي مكان تاني بعد كده. مدحت، انا عايز اعرف ملابسات وظروف الجريمه قبل الحادث مباشره. هو الثابت من التحريات ان صلاح كان موجود في مكان الحادث قبل الجريمه بساعات. انا شايف ان الخلافات لوحدها مش كفايه. فعلا يا فندم عندك حق، بس في ظروف تانية. اولا القتيل كان تقريبا على علاقه بالسكرتيره، والسكرتيره دي قريبه صلاح، وصلاح ما كانش راضي عن العلاقه دي. الحاجه التانيه المثيره ان صلاح وخطيبته كانوا بيبحثوا عن علاقات القتيل ببعض الشخصيات قبل الجريمه مباشره. مين خطيبته دي؟ الانسه تهاني جلال الصحفيه، بنت الاستاذ جلال الشافعي المحامي المعروف. وانت يا مدحت ايه تصورك عن الجريمه دي؟ الحقيقه يا فندم صلاح كان حاسس بضعف موقفه، وفقد توازنه قبل الحادث بطريقه تدل على انه ممكن يفكر في عمل شيء غير عادي. عشان كده يا فندم عايزين اذن بالقبض عليه. انت صلاح عبد العزيز؟ ايوه. في حاجه؟ سيادتك مطلوب في الاسم دلوقتي. ايه جرى ايه يا ابني؟ استنى دلوقتي يا تفيده. استنى ازاي؟ جرى ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا ماما، انا هروح القسم وهرجع حالا. عشان الموضوع القديم اياه انا مش قايله لك يا صلاح. استنى يا تفيده، انا هروح معاه. طب لو سمحت بسرعه. اتفضل. يلا يا ابني اتفضل. يا ترى ايه المستخبي؟ استر يا رب يا رب. ايوه يا تهاني، خير يا بنتي؟ بتقولي ايه؟ صلاح؟ مش ممكن. قتل؟ قتل مين يا تهاني؟ تهاني ارجوك يا بنتي تمسكي اعصابك عشان نعرف نتصرف كويس. ايوه يا تهاني انا معاكي. لا هحضر معاه طبعا. انا من رايي بلاش. انت مصممه على ايه بس يا تهاني؟ طيب انا جاي حالا. انت دلوقتي في البيت مش كده؟ طيب يا تهاني انا جاي حالا قلتلك. Thank you.
ايوه مسعود افندي. انا تهاني، بابا فين؟ نزل من امتى؟ ياه ده انا مستنياه لسه ما جاش. طيب طيب مع السلامه. بابا مش معقول ابدا يا بابا، صلاح لا يمكن يقتل يا بابا، لا يمكن. طيب يا تهاني اهدي كده وخدي نفسك عشان اقدر اعرف ظروف الحادث. انا ما اعرفش اي حاجه ابدا على الموضوع ده. طيب طيب انا بكره الصبح ان شاء الله هاخد اذن من النيابه بمقابلته. هات لي انا كمان معاك اذن يا بابا. تهاني انا هروح له بصفه المحامي بتاعه. وانا خطيبته يا بابا، مش معقول ابدا اسيبه في محنته دي، لازم ازوره. حاضر هاخد اذن من النيابه علشانك وعشان تروح تقابليه، بس مش معايا، هروح له انا الاول وبعدين تبقى تروحي له انت. انا اسف يا عم، ما كنتش احب احطك في موقف زي ده، لكن انا بريء والله العظيم بريء. طب اقعد يا ابني اقعد. انا مش فاهم، مش مصدق. انا فعلا كنت متوقع ان الراجل ده تحصل له حاجه وحشه، لكن مش انا، صدقني يا عمي. تفتكر يا صلاح النيابه امرت ليه بالقبض عليك؟ لان كان في خلافات بيني وبين القتيل. انا فعلا كنت معاه قبل الجريمه، لكن انا مش ممكن اقتل يا عمي. انا واثق يا ابني انك ما قتلتوش، بس عايزك تساعدني. يعني تفتكر يا صلاح مين اللي قتله او حرض على قتله؟ اكيد واحده من اللي كان يعرفه، او شريك من الشركاء اللي ضيع مصالحهم. وهو في حد منهم عارف انه ضيع مصالحهم؟ مش عارف. بس الصوره اللي اتفهمت يا صلاح ان في خلاف شخصي بينك وبينه. ابدا، انا كل اللي عملته اني احتفظت بالمستندات لانها كانت ممكن تستخدم ضدي باي شكل. هو بقى افتكر اني عايز ابتزه او احطه في موقف مش كويس، انما انا كنت بدافع عن نفسي عن سمعتي. انا لغايه دلوقتي يا ابني معرفش تطور علاقتك بيه. انا اتقدمت في مسابقه كانت اقامتها المؤسسه، وكنت ضمن الناجحين، وطلبوا مني ان اقابل المدير العام، وفعلا قابلته. انا يا فندم صلاح عبد العزيز، الباحث الجديد في المؤسسه، وتعينت عند سيادتك. اهلا بيك يا صلاح، اتفضل. انت هتكون مبسوط قوي عندي. ما انا عارف يا فندم، لو سمحت اقول لحضرتك المعلومات الشخصيه عني. معلومات ايه يا صلاح؟ انا قريت عنك كل حاجه. ياه كل حاجه؟ طبعا يا صلاح. انت مثلا الاول على المجموعه اللي اتقدمت لامتحانات المؤسسه، وانت كمان معاك دبلوم في تقييم المشروعات بدرجه امتياز، مش كده؟ مظبوط يا فندم. وانت كمان قلت لهم في اللجنه انك عايز تتقدم بسرعه في القطاع الحر وتبقى مدير. ما كانش قصدي كده بالظبط يا فندم. وليه مش قصدك؟ الطموح يا صلاح شيء جميل. انا شخصيا كنت طموح زيك، واديني دلوقتي بقيت مدير عام المؤسسه، ولا ايه رايك؟ ما انا عارف يا فندم. شوف يا صلاح، الطموح والذكاء ما ينفصلوش عن بعض ابدا. الذكاء مش بس انك تعمل تقارير مظبوطه ودقيقه عن المشروعات، الذكاء انك تعرف اللي حواليك كمان عايزين ايه، ولا ايه رايك؟ قصد حضرتك الذكاء الاجتماعي. بالظبط، برافو عليك، هو ده الذكاء الاجتماعي. وتفنيت في عملي وكنت مخلص في كل تقرير او احصائيه اقدمها للمؤسسه عن طريق المرحوم شاكر. برافو،
احصائيات مظبوطه ودقيقه. الظاهر يا صلاح ان مش دي اول مره تعمل فيها تقارير. الحقيقه يا فندم انا اشتغلت كتير في الحكايه دي. كويس جدا. اتفضل. الملف ده ادرس لي امكانيات المشروع من جديد. حاضر يا فندم. ده بقى تسيبولي ادرسه على مهلي. تحت امرك. استاذن يا فندم. اتفضل. من فضلك يا صلاح. ايوه يا فندم. لو سمحت تاخد بالك من التاشيره الاصليه. قصدي الاتجاه اللي انا قصده من التاشيره. حاضر يا فندم. ولما ثبت مركزي في الشركه وبقيت موضع ثقه المدير العام، فكرت في سناء بنت خالتي، بنت غلبانه ومسكينه، وانا بحب خالتي وعايز اخدمها. قابلت المرحوم شاكر. ايوه صلاح، انا تحت امرك. الحقيقه يا فندم انا ليا طلب شخصي عند حضرتك. شخصي؟ يا سلام. وايه هو الطلب الشخصي ده؟ انا ليا بنت خاله اسمها سناء، واخده دبلوم تجاره، وكنت احب انها تتعين في المكتب هنا عند حضرتك. حضرتك عارف ان المؤسسه عموما مرتباتها كويسه، وعلشان برضو تستفيد بالاوفر تايم، اصلها مخطوبه ومحتاجه مصاريف كتير. مفهوم مفهوم يا صلاح. انا دايما احب اخدمك، بس الاول اقابلها واشوف امكانياتها. واستلمت سناء العمل، ويا ريتها ما كانت اتوظفت. ليه؟ هو حصل لها حاجه؟ اشتغلت في مكتب المرحوم شاكر، وبعد مده بسيطه بقت محل ثقته. طيب وده اثر عليك في شيء؟ ايوه، اتنمرضت وسببت لي متاعب كتير. ممكن اعرف متاعب زي ايه؟ كانت دايما توقع بيني وبين المرحوم شاكر. زي ايه؟ تفتكر حادثة مهمة حصلت؟ انا لغاية دلوقتي ما اعرفش ايه الصلة اللي بينها وبين المرحوم شاكر، انما اي كلمة كانت تقولها ضد أي موظف مهما كان مركزه كان بيصدقها على طول. وبالنسبة لك أنت؟ حاولت كتير ونجحت في بعض الأحيان، وقدرت تغير شعور شاكر بيه ناحيتي. شوف يا صلاح، شوف يا ابني، أنا عايزك تحكي لي بكل صراحة وصدق عشان أقدر أدافع عنك. أقسم لك أنا لا قتلت شاكر حسين، ولا كان عندي نية في قتله، ولا فكرة قتله دي خطرت لي على بال. أنا ما سألتكش مين اللي قتل شاكر حسين، أنا بقول لك لازم تحكي لي بكل صراحة وصدق. وأنا بكلمك بكل الصراحة والصدق. طيب يا صلاح، إيه اللي غير سناء من ناحيتك؟ أنا مش عارف أجاوب على السؤال ده، لأن أنا خدمتها وهي اللي اتغيرت. يا ريت حضرتك تسألها هي. طبعا يا ابني هسألها. علشان القاضي يقتنع بمرافعتي لازم أكون أنا شخصيا مقتنع بإن المتهم بريء. أنت لسه مش مقتنع ببراءتي. إحساسي الخاص يا ابني مقتنع تماما بإنك بريء، لكن الوقائع والدلائل لازم تؤيد إحساسي ده. شعوري ببراءتك مش كفاية عشان يقتنع القاضي. بس أنا هتعبك معايا كده. دي مهنتي يا ابني، وأنا هعرف أجمع أدلة براءتك إن شاء الله. ربنا معاك. أنا هروح المؤسسة وقابل سناء، وإذا ما كانتش هناك هروح أزورها في البيت. شد حيلك يا صلاح. عن إذنك يا ابني. مع السلامة. كنت أنا نسيت يا ابني، تهاني بتسلم عليك وهي متأكدة تماما من براءتك، وهتيجي بكرة إن شاء الله عشان تزورك. متشكر أوي يا جلال بيه.
مع السلامة. صلاح يا ابني، انت مش تعرف عنوان سناء في البيت؟ 22 سنة. الوظيفة؟ سكرتيرة بمكتب مدير عام مؤسسة التصنيع والتجارة. قصدك المرحوم؟ ايوه المرحوم. طيب تقدري تقولي لي اخر حاجة عملها يوم الحادث؟ الحقيقة مش فاكرة بالظبط. لا افتكري ارجوك. يعني عادي. ظريفة عادي دي. يعني ايه عادي؟ انا اسفة قوي، انا ما كنتش اتصور ان كل اللي حصل ده يحصل. معلش يا انسة، معلش. مش انسة برضو؟ ايوه. عايزين نرجع ليوم الحادث. المرحوم ما قالكيش حاجة او ظهرت عليه امور غير عادية؟ ابدا. يعني ما كانش عنده احساس بان في حد هيقتله؟ هو كان قلقان شوية بس ما كانش يتوقع حاجة زي كده. انا نفسي كنت. سكتي ليه؟ قولي يا سناء. قصدي يعني. قصدك ايه؟ ارجوك انا اعصابي تعبانة. اوام كده واحنا لسه اتكلمنا في حاجة؟ يا فندم انا مستعدة اقول لحضرتك كل حاجة بس تديني فرصة. اوي اوي اتفضل. انا اصلي ما عنديش اي فكرة عن ظروف الحادثة. وانا ما بسألكيش عن الحادثة. امال عن ايه؟ انا بسألك عن يوم الحادث. قلت لحضرتك انه كان عادي وان المرحوم كان قلقان. قلقان من زمان. من امتى؟ من يوم ما بدأ صلاح يكسر كلامه وما يسمعش اوامره ويدي صور التقارير للشركة. بس كده؟ ايوه. طيب يا سناء، انت يوم الحادث روحت الساعة كام؟ يعني عادي. تاني عادي؟ يعني الساعة كام بالظبط؟ 3:30. كويس. ركبت الاتوبيس؟ لا روحت مع شاكر بيه، قصدي المرحوم. في عربيته؟ ايوه. ما قالكيش ان قلبه مقبوض او انه حاسس احساس غير طبيعي او خايف من حد؟ لا. مع انه كان بيثق فيك؟ ايوه. لدرجة ايه؟ لدرجة كبيرة قوي، كانت اسرار الشركة عندي. اسرار الشركة؟ لا ما اقصدش كل الاسرار طبعا، بس يعني. طيب معلش بلاش الاسرار. بلاش. طيب يا سناء، قرار الفصل صلاح كان عندك في المكتب مش كده؟ ايوه. صلاح ده قريبك؟ ايوه. انت ايه رايك في صلاح؟ معرفش بالظبط، انا نصحته كتير قوي. هو اللي قدمك لشاكر حسين مظبوط؟ ايوه. تفتكري صلاح ده شخص متهور عنده ميول اجراميه؟ معرفش بالظبط. مش قريبك؟ ايوه بس احنا بعاد عن بعض. بعاد عن بعض. معلش نكمل. بعد ما قدمك للمرحوم حصل ايه؟ حسيت ان شاكر استريح لي بسرعه. وبعدين انا عايزك تقولي لي ظروف مقابلتك للمرحوم. انا اول مره اقابله كان في مكتبه، والحقيقه مقابلته ليا كانت ظريفه ومشجعه جدا. طيب ممكن تحكي لي علاقتك في العمل مع شاكر حسين وصلاح عبد العزيز؟ انا مش معقول طبعا هفتكر كل المواقف، وارجوك تعذرني اذا نسيت حاجه. انا هحاول ارتب الاحداث على قد ما افتكرها. اول مره اقابل فيها المرحوم شاكر كانت في مكتبه بمناسبه نجاحي في مسابقه لشغل وظيفه سكرتيره مدير عام الشركه، وحسيت فيها ان المرحوم ارتاح لنجاحي في المسابقه. انت مش نجحتي في الامتحان؟ ايوه. المهم تنجحي في مكتبي هنا ان شاء الله. كله طبعا بفضل تشجيعك يا فندم. انت الظاهر جبت لي هديه. شوف يا سناء،
انت ممكن في خلال ايام تكوني اهم سكرتيرة عندي. ان شاء الله اكون عند حسن ظن سعادتك. مفيش حسن ظن، في سلم، بس الشاطر اللي يطلعه بسرعة، ولا يا صلاح؟ طبعا يا فندم، بالظبط كده. شوف يا سناء، عندك ملفات في الدولاب، تاخديها وترتبيها، بكرة الصبح إن شاء الله ألاقيها مترتبة. حاضر يا فندم. طيب أستأذن أنا يا فندم؟ مش تستنى لما تاخد قريبتك معاك؟ خلاص بقى، من النهاردة ما بقتش قريبتي، بقت موظفة عند سيادتك. طيب اتفضل. ما بيتفتحش مش كده؟ لا. طيب تعالي. عشان يتفتح لازم ده. وبعد مدة شاكر بيه طلب صلاح للمقابلة، وكان واضح انه متضايق، وصلاح اتأخر في الحضور، وفضلت اتصل بصلاح عشان اقوله يجي يقابل شاكر بيه. يا سناء. ايوه يا فندم. فين صلاح عبد العزيز؟ ما جاش ليه؟ الحقيقة هو اتأخر النهاردة يا فندم. ايوه سناء، انا ما اتاخرتش. لا اتاخرت، وهو عايزك قوي وضروري. الاستاذ صلاح عبد العزيز وصل يا فندم. خليه يكمل. حاضر يا فندم. اتفضل. ودخل صلاح عند المرحوم شاكر، وانا فضلت متابعه مقابلتهم سوا. أنا سبق وقلت لك يا صلاح إن مش لازم كل التفاصيل تتكتب في التقرير، وكمان قلت لك لازم تراعي اتجاه التأشيرة المحاولة إليك على الموضوع. حصل؟ أيوة حصل يا فندم، بس أنا بس إيه؟ تقدر تقولي ده معناته إيه؟ إيه معنى التقرير ده؟ التقرير مرفوع لسيادتك للاستشارة. استشارة إيه يا صلاح؟ أنا قبل كده قلت لك إن إحنا بندخل في مضاربات، يعني كل شغلنا مضاربات، يعني أي أرقام أو تفاصيل دقيقة مش لازم تذكر على الورق. أيوة بس ده الشركة بس اللي هيعرفوها يا فندم. هذا كلام يا صلاح؟ أمال أنا هنا بعمل إيه؟ أنا نائب عنهم، هم ليهم النتائج وبس. بعد كده من فضلك مالكش دعوة بخط سير العمل. اتفضل. سناء. ايوه يا فندم. تعالي حالا. حاضر. خير يا فندم؟ خير ان شاء الله، بس من النهارده ما فيش اي معلومات تخرج من هنا، وخصوصا من عندك. طبعا يا فندم. اتفضلي. ما تنسيش تخليني اخد الملف ده معايا. حاضر يا فندم. انا ما احبش حد يعطل لي شغلي ابدا. وتاني يوم جه صلاح مكتبي. صباح الخير يا سناء. لا صباح النور. ايه مالك جاي بدري قوي النهارده يعني؟ لا ابدا، انا متعود اجي بدري. يا ترى شاكر بيه هيجي امتى؟ ما اعرفش بالظبط. طيب التقرير اتنسخ على المكنه؟ معرفش برضو. ادهولك؟ مش فاكره. يعني ايه مش فاكره؟ والله ما انا فاكره. ازاي بس؟ التقرير ده مهم جدا ولازم اراجعه. انا شخصيا ما عنديش اي معلومات عن الحكايه دي. طيب في تقارير جت من جهه تانية، شفتيها؟ لا. ما شفتهاش؟ لا طبعا، وحضرتك عارف ان شاكر بيه بيحتفظ بالحاجات دي لنفسه. وبعدين؟ وبعدين ايه يعني؟ ما تتسببش في رفدي. رفدك؟ ازاي بقى؟ ده انت بقيت اهم شخصيه عنده دلوقتي. ايوه، بس مش معنى كده اني اكسر تعليماته. انا مش قصدي، بس كنت عايز اطمن ان رايي سليم. ومش مهم قوي انك تتمسك برايك، لان هو الرئيس وهو اللي اقدم. طبعا انا عارف، بس في ايه؟ ولا حاجة.
ايه مالك؟ مفيش، بس كنت فاكر انك هتساعديني. انا اسفه قوي يا استاذ صلاح. الله، ايه حكايه استاذ دي؟ اصول العمل هنا. طيب، ولما صلاح قابل شاكر بيه انا برضو كنت متابع المقابله، لان صلاح اثار فضولي بطلباته الغريبه مني، وكان يومها المرحوم شاكر عصبي قوي. انا اتصدمت فيك، وفي نفس الوقت مش عارف اتصرف معاك ازاي. المساله بقت مش حكايه شغل يا صلاح، الموضوع بقى موضوع اخلاق وامانه. المساله مش حكايه شهادات، والغريب ان انا وضحت لك الصوره قبل كده. يا فندم. يا فندم ايه؟ انت خليت فيها يا فندم؟ اول حاجه رحت لسناء وطلبت منها تشوف التقرير وصل لحد فين. تاني حاجه عايز تشوف كل التقارير اللي جات لنا من الهيئات والشركات. انت ايه؟ عايز تعمل اداره لوحدك؟ يا شاكر بيه انا. انت ايه بس؟ انت ايه علشان تتخطاني؟ أنا شايل المؤسسة دي كلها فوق كتافي. أنت إيه؟ حجمك إيه عشان تدي لنفسك كل الصلاحيات دي؟ أنت إنسان مش طبيعي، وبعدين عايز تحرجني، عايز تحطني في كورنر. أنا ما قصدتش أي حاجة من اللي حضرتك بتقول عليها دي. على العموم أنا قررت نقلك لمكان تاني. أنا يا ابني ما عدتش مستحمل وجع الدماغ. أنا آسف يا فندم. مفيش آسف. آسف إيه دي؟ طب تسمح لي استأذن أنا؟ اتفضل، واستنى التعليمات. حاضر يا فندم. استنى يا أفندي. أنت إزاي يا أفندي تتصل بحسنين بيه متولي؟ مش ده واحد من الشركاء؟ وأنا سبق وقلت لك إن أنا نائب عنهم وهم مفوضني؟ ومش بس كده، حضرتك بتديله صورة من التقرير بتاعك. دي تصرفات مجانين يا أفندي، تصرفات مجانين. والإدارة دي إدارة تخطيط. أنا آسف، آسف جدا على كل اللي هعمله معاك. سناء. أيوه يا فندم. تعالي حالا. حاضر يا فندم. اتفضل. وخرج صلاح من عند شاكر بيه وهو حزين لكن متماسك. وتاني يوم جه صلاح وكان منظره فيه تحدي وعناد، ودخل قابل شاكر بيه. أنا برضو تابعت المقابلة، كنت عايز أعرف أخرة الموقف ده إيه. صباح الخير. أهلا. صباح النور. البي جوه؟ أيوة، منتظرك عشان تقابل. أخباره إيه النهاردة؟ يعني إيه أخباره إيه؟ يعني زعلان، متضايق، متنرفز، رايق، أي حاجة. عادي زي كل يوم، ومنتظرك عشان تقابله. اتفضل. انا اسف، اسف يا صلاح. انا كنت عصبي المره اللي فاتت، لكن انا كنت عايز مصلحتك. انت متهور جدا يا صلاح. في ايه بس يا فندم؟ في ايه؟ كل ده ولسه في ايه؟ انت بتتجاهل حاجات كتير قوي يا صلاح. انا وافقت على نقلك، بس مش عارف بعد كده انت هتتصرف ازاي. انا كنت بثق فيك، عايزك تديني دليل واحد يرجع لي الثقه دي تاني. اسمع يا صلاح، اديني المستندات اللي عندك واحنا نرجع زي الاول. يا فندم انا ما عنديش مستندات. ما عندكش؟ معنى كده انك بتتحداني. اسمع يا صلاح، المستندات اللي عندك في مكتبك او في بيتك لازم تدهاني حالا، والا هتصرف معاك تصرف خطير جدا. ثم معناه ايه يا صلاح انك تحط مستندات عمل في بيتك؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه مش انك بس تتنقل، معناه انك تتفصل. انا كل المستندات اللي عندي سلمتها مع التقرير،
وكلها موجودة في الملف. أكيد يا فندم. حضرتك بتتهمني بحاجة أنا ما عملتهاش. كل ده ولسه ما عملتش؟ عندك الجرأة تقف قدامي بتغامر بمستقبلك؟ عارف يا صلاح، أنت لو خرجت من الشركة دي مفصول، كل الشهادات والدبلومات والجوائز اللي عندك هتبقى زبالة. عارف أنا هكتب إيه في التقرير اللي هفصلك بيه؟ عارف؟ مش للدرجة ده يا شاكر بيه، ما تظلمنيش. أظلمك؟ أظلمك يعني إيه يا أفندي؟ برا برا يا أفندي برا. رجع صلاح بعد 3 أيام وكان عصبي ومتوتر جدا، وكانت أوامر شاكر بيه إني أمنعه من المقابلة. صباح الخير. أه البي جوه؟ أيوة جوه. تحب أقوله حاجة؟ أيوة، بلغيني عايز أقابله. طب اهدى كده وهدي نفسك واستريح، بلاش تصرفات الطيش دي يا صلاح، انت طول عمرك عاقل ورزين. منين يا ست سناء وقرار الفصل بتاعي موجود؟ قرار فصل ايه؟ اللي مسودته في مكتبك. مكتبي؟ انت كمان فتحت مكتبي؟ للاسف انت جواكي حاجات كتير مريضه، مع ان صاحب الفضل اني شغلتك هنا، لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيله. انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. معلش، ما هو أي حاجة حاولها دلوقتي ما بقتش مفهومة. بلغي البين عايز أقابله. مش ممكن تقابله أنت بالحالة دي. لا ما تخافيش، أنا كويس جدا، بلغيه أنت بس. مش ممكن. لا ممكن يا صلاح، أنت مش طبيعي. بقولك إيه، إذا ما قابلتوش دلوقتي مش هيحصل كويس. طب استنى شوية. لا قلتلك هقابله يعني هقابله. طيب خلاص، صلاح عايز يقابل حضرتك. بلغيه مفيش مقابلة. لا فيه. شوف يا شاكر، اي حاجة عايز تعملها في المؤسسة اعملها، انما تتدخل في حياتي لا. واذا اتكررت حادثة امبارح دي انا هقتلك. فاهم يعني ايه هقتلك؟ وخرج صلاح ورازع الباب وهو بيقفله. بعد التهديد ده ما قابلتيش صلاح بعد ما خرج من عند شاكر بيه؟ لا الحقيقة في نفس اليوم ما شفتوش. طبعا قابلت المرحوم. ايوه، وحاولت اصلح بينه وبين صلاح، لكن شاكر بيه كان مصمم قوي انه يرفضه. وصلاح رجع المؤسسة بعد تهديد شاكر؟ ايوه، كان بيجي وبيقعد في مكتبه حتى بعد ما طلع قرار فصله. هو في قرار فصل صدر من شؤون الموظفين؟ قصدي المذكرة اللي كتبها شاكر بيه يطلب فيها فصل صلاح. اه يعني مفيش قرار رسمي بفصل صلاح؟ لا المذكرة بس. طيب يا سناء، تقدري تتفضلي دلوقتي وما تتضايقيش اذا بعتنا لك مرة تانية. ما تخافش يا صلاح، انا عارفة حكاية التهديد. انت هددته عشان عصابته هددتني بالليل، مش كده؟ بالظبط يا تهاني، انا كنت مستفز جدا، كان عمل إجرامي، وانت عارفة انت ايه بالنسبة لي. يا ريتني ما اشتكيت لك. ازاي يا تهاني؟ مش كان لازم اعرف هو بيفكر ازاي وبيعمل ايه؟ غبي، حطمني وضيع نفسه. لا ما تقولش كده يا صلاح، امال فين التصميم والعزيمة؟ صلاح انا مؤمنة ببراءتك، وبابا واثق انك هتخرج بسرعه. بابا طعن في قرار القبض عليك لان مفيش اي دليل مباشر ضدك. صلاح انا عايزك تكون اقوى من كده. انت عارفه طبعا ان انا ما كنتش ناوي انفذ التهديد ده، بس هو ده الكلام اللي جه على لساني. انا لو خرجت من هنا هعرف اجيب الجاني. انا وانت نعرف حاجات كتير قوي عنه. يا ريت يا صلاح تخرج بسرعه. اسمعي تهاني، انت ممكن تلعبي دور كبير قوي في انقاذي. اطلب اي حاجه. انت عارفه شريكته عنايات،
دي كانت صديقته المقربة، وقد إيه كان مهمل مراته، وبعدين مرات أبوه، مرات أبوه كانت شريكة كبيرة في المؤسسة، وهو كان موقفه سيء، وأكيد بلغها إن المسائل هتخرج من إيده. السر يا تهاني في الخيوط الصغيرة دي، لو قدرت تمشي وراها هتوصل النتيجة كويس. برافو عليك يا صلاح، انت حطيت ايديك على خيوط كويسة قوي. انا حجري ورا الحقيقة مهما كان التمن. تهاني ما تخافش يا صلاح. ايه الاخبار يا مدحت؟ الحقيقة يا فندم القضية كبرت شوية، اتضح ان القتيل كان له علاقات كتيرة ببعض الشخصيات، وعشان كده عايزين نتحرك بحذر. يا مدحت، الأستاذ جلال الشافعي المحامي قدم طعن في قرار القبض على صلاح، وحنضطر إننا نفرج عنه، والتحقيق لسه ماشي ببطء. يا فندم إحنا بنتابع كل الخيوط وكل التحركات، ده مش بس الأستاذ جلال الشافعي اللي بيتحرك، دي بنته كمان. بنته؟ بنته الصحفية؟ أيوة يا فندم، عاملة نشاط بوليسي واسع. يعني إيه؟ لغاية دلوقتي اللي شفناه إنها بتحاول تتصل بشخصيات كانت لها علاقات بالقتيل. يبقى عندها اقتناع ببراءة صلاح. ده احتمال. والاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني انها تكون متورطة مع خطيبها صلاح في شيء متعلق بالجريمة. لا يا مدحت، انا استبعد الاحتمال ده. يعني حضرتك مش موافق على مراقبتها مراقبة كاملة؟ بالعكس، دي لازم تتراقب لسبب واحد بس، لحمايتها. حاضر يا فندم. لو سمحتي ممكن اقابل مدام عنايات؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا يا فندم تهاني جلال الصحفيه. مش هنخلص بقى من التحقيقات يا فندم، دي مساله انسانيه. انسانيه؟ انت مش جايه عشان المصيبه اللي حصلت؟ عايزه ايه الصحافه مننا؟ انا مش جايه بصفه الصحفيه. امال بصفه ايه؟ طب لو سمحتي لي حضرتك ادخل وانا هشرح لك كل حاجه. اتفضلي. أنا آسفة قوي يا فندم اللي أزعجت حضرتك، لكن أنا واثقة إنك هتفهميني. أفهم إيه بس؟ في الحقيقة يا فندم أنا جاية عشان خاطر إنسانة عزيزة علي. عزيزة عليكي؟ أيوة. تقصدي مين بالظبط؟ قصدي صلاح. صلاح؟ صلاح مين؟ آه، صلاح عبد العزيز. بالظبط، صلاح عبد العزيز. هو طلب منك كده؟ لا ابدا، بس انا خطيبته وواثقه ان هو مظلوم، وحضرتك عارفه انه في الحجز دلوقتي. ايوه عارفه. يعني انت جايه تكلميني عن الجريمه اللي حصلت؟ تقريبا، بس انا ما اعرفش حاجه عن الحادثه دي. مش مهم يا فندم الحادثه، انا بس كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه علاقتك بالمرحوم. بقى ده كلام يا أنسة؟ أرجوك يا فندم، في إنسان بريء بيتعذب دلوقتي. وإيش عرفك إنه بريء؟ يعني إيه؟ يعني أنت ما تقدريش تعرفي الحقيقة فين. اسمعي يا أنسة، أنا كنت شريكة شاكر حسين، وشاكر إنسان شريف. شريف؟ إيه؟ عندك شك في كده؟ لا مش قصدي. طب وإيه رأي حضرتك في صلاح؟ أنا معرفتي بصلاح معرفة سطحية. قدمهولي شاكر وقال لي إنه بيبحث مشروع كنا متفقين عليه. كنتوا متفقين عليه؟ أيوه، كل الشركة. كويس. بعدين هو لاحظ إن صلاح بيتصرف بطريقة مش طبيعية. إزاي يعني؟ يعني كان عايز يقابل الموردين الأصليين بتوع الآلات الخام، وكان عايز يدرس بنفسه المشروع على الطبيعة، وكلام فارغ كتير. ايوه يا فندم، ما هو ده من اختصاصه. ابدا مش اختصاصه. امال تفتكر حضرتك كان بيعمل كل ده عشان ايه؟ يعني كان عايز يكون طرف في المشروع. طرف في المشروع؟ ايوه، وطلب عمولة. عمولة؟ يعني باختصار شديد يا انسة، خطيبك ما كانش امين ولا شريف. انا اسفه قوي يا ست تهاني، الحقيقه انا مش قادره استحمل اي حاجه.
أنا كنت عايشة عايشة في دوامة بقالي شهور طويلة على كده لحد ما حصل اللي حصل. مش قادرة أتصور. أنا آسفة قوي يا مدام صفاء اللي سببت لك كل الألم ده، بس حضرتك عارفة. أنا فاهمة وعارفة، بس مش عارفة أقول لك إيه. ما حصلش أي حاجة مش طبيعية يوم الحادثة. شاكر كان قلقان وعصبي قوي، وزادت عصبيته في أيامه الأخيرة، زادت قوي. ها وبعدين؟ في اليوم المشؤوم شاكر كان متوتر وقلقان وخايف، وفضل قاعد في مكتبه مدة طويلة، وبعدين خرج. ايوه يا مدام صفاء، بس انا اعرف ان الست هنيه خالت حضرتك شريكه في المؤسسه. ايوه هي السبب في كل اللي حصل. ازاي؟ ده بقى ماضي خلاص. معلش احكي لي. هي حياتنا ما كانتش مثالية، إنما أهي حياة زوجية. شوفي يا صفاء، أنا العمل الحكومي سجن بالنسبة لي، مش عارف أتحرك فيه. قوليلي كده أقدر أعمل إيه؟ بس عمل ثابت ومحترم، وكمان انت مركزك كبير. انت بتفرحي بالاسماء والدرجات اياها؟ لا ابدا مش قصدي، بس بقول يعني بلاش تسيب وظيفتك في الحكومة، وهو القرشين اللي بيجونا من البلد بيعيشونا برضو مستورين. برضو مش فهماني، وهتفضلي طول عمرك مش فهماني. انت بتفكري بطريقة اهل البندر اللي انت كنت عايشة فيه. من الحب. انا قلت 100 مره القهوه تبقى جاهزه الساعه 8. اشتغل ازاي؟ ايه في ايه مالك؟ مش عارف اشتغل من الكسل بتاعكم. انا الدقيقه عندي تسوى كتير، وكل ده عشان انت مش فهماني. يا ست يا مدام، انا ماسك مؤسسه كبيره وكلها فوق دماغي. طب معلش هدي نفسك، هدي نفسك يا شاكر، وبعدين الشغل مش ليل نهار، والبنت مش موجوده هنا. راحت فين؟ بعتها تشتري شوية حاجات. طول ما انا هنا البنت دي ما تخرجش. طب يا شاكر ما انا موجودة. انت هتعملي ايه يا صفاء؟ ثم انت اكيد مش هتستحمليني. انا اسف. اسف يا صفاء. انا في سباق. سباق رهيب مع الزمن. مش ممكن مش ممكن، انت بقيت عصبي قوي اليومين دول. فعلا لدرجة اني مش عارف نفسي. صحيح انا ماشي في سكتي، لكن مش عارف انا عايز ايه. أنا آسف. آسف يا صفاء. وفضل على كده، يوم عصبي ويوم هادي. وفي يوم كان في أوضة مكتبه سمعته كان بيتكلم في التليفون. أيوة يا عناد. لا طبعا ما أقدرش.
يا ترى عجبك المشروع؟ يظهر ان احنا متفاهمين جدا. انت الوحيده اللي فهماني، انت الوحيده. تصبح على خير. واستمرت مكالماته مع عنايات لحد ما بقت كل يوم تقريبا، وبقت المكالمات التليفونيه طويله، وكان بيسهر لوش الفجر، لكن فين ومع مين ما كنتش عارفه. يا ترى بيسهر مع عنايات ولا مع غير عنايات؟ مفيش مساء الخير، قصدي صباح الخير. اللي أعجبك يا صفاء؟